أفادت مصادر إعلامية أنه تم السطو على مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية مهمة تقدر بالملايين وساعات فاخرة من داخل فيلا رئيس مجلس المستشارين الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماس الواقعة في حي السويسي بالرباط. وحسب ذات المصادر فإن قيمة المجوهرات النفيسة والساعات الفاخرة التي تم السطو عليها تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، بالإضافة إلى سرقة مبالغ مالية كبيرة من العملة المغربية والأجنبية. المصادر أكدت كذلك أن العصابة التي قامت بعملية السطو المذكورة استغلت غياب بن شماس وأسرته عن الفيلا المذكورة لقضاء عطلة الصيف. في ذات السياق نفى أكثر من مصدر حزب مقرب من حكيم بن شماس علمه بعملية السطو، مؤكدين عدم إثارة الموضوع لحد الآن داخل الحزب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.